أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف احتفل امبارح بعيد ميلاد حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني واللي تم عامه 76، وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر 2006-2008-2010 عيد ميلاد سعيد للمدرب الأسطوري لمنتخب مصر وبطل كأس الأمم الإفريقية 3 مرات على التوالي حسن شحاتة. محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم لاعبو النادي الاهلي انتظموا في تدريبات الفريق امبارح بعد ما منحهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق راحه اضافيه لمده يوم واحد عقب نهايه مهمتهم مع منتخب مصر. الجهاز الفني لفريق الكره الاول بنادي بيراميدز بقياده البرتغالي جايمي باتشيكو بيعمل على تجهيز رمضان صبحي للعوده للمشاركه في مواجهه الاتحاد السكندري والمقرر لها الخميس المقبل، وده ضمن منافسات دور ال 16 ببطوله كاس مصر. يارا الشرقاوي احرزت ذهبيه منافسات سلاح الشيش ببطوله افريقيا اللي بتستضيفها مصر في الفتره من 19 ولحد 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. كمان فاز محمد ياسين لاعب المنتخب المصري بذهبية منافسات سيف المبارزة ببطولة إفريقيا للسلاح اللي بتستضيفها مصر بمجمع صالات حسن مصطفى. منتخب فرنسا حقق فوز صعب على اليونان بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة يورو 2024. بالنتيجة دي عزز منتخب الديوك صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2024 برصيد 12 نقطة، ومنتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 6 نقط. منتخب انجلترا فاز على مقدونيا الشماليه بنتيجه 7-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجوله الرابعه للمجموعه الثالثه من التصفيات المؤهله ليورو 2024. بالنتيجه دي واصل منتخب انجلترا صداره جدول ترتيب المجموعه الثالثه من التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الاوروبيه برصيد 12 نقطه، بينما تواجد منتخب مقدونيا الشماليه في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعه الثالثه برصيد 3 نقط. منتخب الأرجنتين فاز على المنتخب الإندونيسي بنتيجة 2-0 في المواجهة الودية اللي جمعتهم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وسجل ثنائية المنتخب ليوناردو بارديس وكريستيانو روميرو في الدقيقة 38 و55 من زمن المباراة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لمنا وشادلين نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.